العصبي الذي ألقاه بشار الأسد في قصره. مراسل أخبار الآن جواد العربيني رافق الثوار على خط الجبهة ووفانا بهذا التقرير. لم ينتظر الثوار كثيرا للرد على خطاب الأسد، حيث تمكنوا من السيطرة على 7 مباني تطل على حي العباسيين، لطالما عرف عن هذه المباني بأنها الحصن المنيع الذي يقف بوجه الثوار من التقدم لوسط العاصمة. أخي بعد حاجز عارفي من أضخم الحواجز بحي جوبر، بتألف من 15 بناء، هو الحاجز الفاصل بين حي جوبر دمشقي وحي العباسيين، وهذا الحاجز كانت مركز فيه عصابات الأسد، والحمد لله رب العالمين قدرنا نطهره، قدرنا نطهر كل المباني الحمد لله، وصلنا على أطراف العباسيين. شبكة من الأنفاق كانت تستخدمها قوات النظام لمهاجمة الثوار، لكن سرايا الهندسة التابعة لألوية الحبيب المصطفى تمكنت من اكتشافها وبدأت بتنفيذ هجوم مضاد عبر هذه الأنفاق أسفرت عن السيطرة على تلك المباني بعد قتل العشرات من قوات النظام. بعد حوالي 3 أشهر من عمليات التجسس والمراقبة لحفر أنفاق النظام، تم اكتشاف سلسلة أنفاق للنظام كانت واصلة لنص جوبر تقريبا، وفضل رب العالمين كتائب الهندسة وألوية حبيب المصطفى تم اختراق هذه الأنفاق واستعمالها بالشكل المعاكس، حيث تم دخول المجاهدين من هذه الأنفاق والوصول إلى سراد جوبر الجديد والسيطرة على كافة المباني باستثناء مبنيين عند مزارع نصري. ومع سيطرة الثوار على حاجز عرفة انسحبت قوات النظام إلى داخل حي العباسيين وأعطت أوامرا للمدنيين بإخلاء المباني المطلة على المتحلق الأوسط تمهيدا لتحويلها لثكنات عسكرية لشبيحتها. جواد العربيني، أخبار الآن، حي جوبر. للحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم لنا مباشرة عبر سكايب تحديدا من حي جوبر مراسل شبكة سوريا مباشر براء عبد الرحمن. مساء الخير براء وأهلا بك معنا. طبعا أنت أيضا رافقت الثوار وجيش سوريا الحر في هذه المعركة، لو تشرح لنا ماذا يعني ذلك، يعني سيطرة الجيش الحر على حاجز جوبر وانسحاب قوات النظام إلى حي العباسيين. نعم مساء الخير، فعلا يعني حينما كنا في مع مرافقة الثوار خلال الأيام الماضية وحتى هذه اللحظة في حي جوبر الدمشقي، كانت الحقيقة معارك استراتيجية وهامة جدا، حيث تم السيطرة على أهم هذه الحواجز. هي ليست حواجز عادية، هي ثكنات عسكرية أو بمثابة ثكنات عسكرية، لأنها أبنية ضخمة من عشرات الطوابق مزودة برشاشات ثقيلة 14.5 دوشكا، مدافع 23 المعروفة، أيضا قد نصب النظام عليها المدفعية، وتم استهداف حي جوبر الدمشقي من خلال هذه الحواجز المدعومة والتي تعتبر استراتيجية وهامة، حيث هي تقع على مشارف ساحة العباسيين وسط أهم ساحات العاصمة دمشق، وأيضا هي على مشارف كراجات العباسيين ومنطقة التجارة. اليوم كنا يعني على بعد أمتار فقط من منطقة التجارة حينما تم السيطرة الكاملة على حاجز عارفة الشهير في حي جوبر الدمشقي. هذه النقلة النوعية الحقيقة، يعني الثوار نفسهم قد تفاجأوا حينما تمكنوا من السيطرة على هذه الحواجز خلال ساعات فقط من المعارك، يعني خلال يومين فقط كانت هذه الحواجز كلها تحت سيطرة الجيش الحر بشكل كامل. تعتبر هذه على حد حينما تواصلنا اليوم مع القائد الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام وهو أحد الفصائل المشاركة بهذه العمليات، يعني أفاد أن هذه العمليات لن تتوقف فقط عند هذا الحاجز، ستكون هذه العمليات سلسلة عمليات لمحاولة التقدم نحو العاصمة دمشق ونقل العمليات نحو العاصمة دمشق. فعلا برا أريد أن أسأل هنا عن الموقع الجغرافي لهذه الحواجز، كيف يمكن أن يساعد ويعين الثوار في هذه المعركة نحو العاصمة؟ يعني فعلا هي حواجز تعتبر بالنسبة للنظام خط دفاع أول للعاصمة دمشق، فهي تقع على مشارف العاصمة دمشق، وهي فعليا تابعة لمحافظة دمشق وليس لمحافظة ريف دمشق، فهي تفصل فقط أمتار عن ساحة العباسيين وعن الشارع الرئيسي الذي يربط أحياء العاصمة دمشق، منطقة التجارة، منطقة باتوما، منطقة شارع بغداد الرئيسي وسط العاصمة، جميع هذه الشوارع الرئيسية يعني هي على تخوم حي جوبر الدمشقي. هذه الحواجز التي تم تحريرها على ايدي الجيش الحر خلال الساعات الماضيه هي يعني هي قد تم تدعيمها بشكل كبير لكي تكون خط دفاع اول بالنسبه للنظام، لكي لا يكون هناك تقدم وتسلل من قبل الثوار لداخل العاصمه دمشق.
بعد أن تم السيطرة عليها من قبل الثوار، الآن النظام متخوف جدا من سيطرة الثوار على هذه الأبنية الاستراتيجية والهامة، لأن الثوار فعليا الآن يعني بأي عملية أو إنشاء غرفة عمليات موحدة يستطيع الثوار نقل المعركة للعاصمة دمشق خلال يعني خلال لا نستطيع أن نقول خلال أيام فقط، لكن الآن بات الدخول للعاصمة دمشق يعني سهل جدا بالنسبة للثوار بعد سيطرتهم على هذه المقرات. طيب براء، من خلال مرافقتك للثوار استراتيجيا وعسكريا، ما الذي يحتاجونه الآن للوصول إلى خط نهاية هذه المعركة؟ فعلا الحقيقة يعني هذا السؤال وجيه بالنسبة للثوار، وخصوصا أننا وجدنا يعني ينتقصون لكثير من الأسلحة النوعية التي وعدت من قبل الائتلاف ومن قبل هيئة الأركان بأن الجيش الحر سوف يدعم بهذه الأسلحة كصواريخ التاو التي دعمت من قبل الأمريكان للشمال السوري ولمنطقة الدرعة، لكن للأسف في الغوطة الشرقية وفي حي جبر الدمشقي لا تواجد لهذه الأسلحة، وخصوصا أن الثوار أصبحوا على تخوم العاصمة دمشق وهم يحتاجون لهذه الأسلحة مضاد للدروع ومضاد للدبابات، وخصوصا ان قذائف الار بي جي وراينا يعني باعيننا حينما قام الثوار باطلاق قذائف الار بي جي على الدبابات المسطحه التي تحاول قوات النظام حمايه دمشق بهذه الدبابات الحديثه كالتي 82، قذائف الار بي جي لا يمكنها تفجير هذه الدبابات وهم بحاجه لهذه الاسلحه المضاده للدروع كصواريخ التاو وكصواريخ الكونكورس وغيرها من الاسلحه النوعيه. اشكرك جزيلا براء عبد الرحمن، مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من حي جوبر، شكرا جزيلا لك. فقرة السجل الآن مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. زواج الأطفال يتضاعف بين اللاجئات السوريات في الأردن.